يا عثمان كمل. حقي ما كان معه خبر بالمخدرات، حملت البضاعة بالشاحنة بالسر، هو فكرنا محملين ألياف. وبعدين خانقنا بسبب مشكلة بيناتنا، حقي آغا ضربني كف، حسيت بالإهانة، قمت حملت بشاحنته مخدرات وبعدين خبرت عنه. أساساً المخزن كان باسمه والكل كانوا يعرفوه له، وبعدين هربت. حقي آغا ما كان معه خبر المخدرات، كان مفكرنا محملين ألياف. طيب ولمين بعت المخدرات؟ لكارلو، واحد إيطالي عايش بالأوتيلات باسطنبول، كل يوم بأوتيل شكل وما عنده عنوان. القرار اكتبي بنتي. محمود محمود حبيبي. حقي أختي حبيبتي. آه يا حبيبي اشتقت لك كتير. إيدالو عمو حبيبي يا روحي. الحمد لله على السلامة. تعال هون يا بطل. عمي الحمد لله على السلامة. تسلم. بهنيكم بسلامته. هدول الاثنين لقوكي جريحة بالطريق مزبوط؟ مزبوط. شو اللي صار؟ كان في اثنين بالمطار، كيف بدي اقلك، متطقمين وهيك، سألتهم عن عنوان قالوا لي نحن رايحين، تعالي معنا منوصلك. بعدين فجأة طلعوا برات البلد، ولما بلشت صرخ قوصوني وزدتوني. وبعدين؟ بعدين لقوني هدول. ماشي منرد منرجع لناخد إفادتك. عليك العافية. شكرا. كيفك؟ ماشي الحال. طالعوا لحقي آغا اليوم، ماما زينو بتسلم عليك وقال رح يجوا بأقرب وقت ليشوفوك. فضل شمس لقينا عثمان، بعدين رجع آخا دخل على الخط وما لقينا غير عثمان حاكي كل شيء. كيف شمس؟ بالمشفى ليلة معه. يلا بقى فريد وشك. كأنه في شيء مضايقك عمو؟ في رجع آغا، كنت بكرهه أكتر من زنوبي وهلأ هو اللي خلصني. قليل ما حكينا على الزلمة. رجا مو رجا اللي بتعرفه، اترك الاعتذار على جنب، بس إذا بتشكره بيكون أحسن. كيف بدي أشكره أختي؟ بأي وش؟ جيمو شو يا حلو؟ أنت شو أخبارك؟ يا سلام يا سلام، الظاهر رح نرجع نشرب. عم تدوروا على حجة مشان تشربوا. مصطفى على الخط آغا. ألو آغا، أنا مصطفى أخوها للحارسة، تذكرتني؟ شو في؟ قبل شوي اتصلت أختي، بنتك زليخة خانم تحولت على المستشفى يا آغا، قلت أكيد الموضوع بهمك.
ماشي تسلم. انت روح وراها على المشفى، هملي شو الوضع تمام. رح اعمل كل شي بيلزم لحل هالموضوع. اذا بدك زلمه بندبر واحد، المصاري اوعك تفكر فيها، مفهوم؟ اجى البيطري؟ لا لسه ما اجى. الهيف لوين رايحة؟ رايحة على السوق بابا، لازمني شوية أغراض. نبعت لك حدا يجيب لك إياهم. مو مشكلة، بروح لحالي بخاطرك. جان. نعم جدو. يلا تعال، رح نشوف المهر الجديد. يا سلام إجيت. وسهلا يا اغا. اهلين فيكي. يسلموا. صحة وهنا. معافاي. شكرا. كيف صرتي؟ احسن. هدول جبتون لك. كتير حلوي. بالله هاي تاني مرة بحياتي بحمل باقة ورد. مرة بالابتدائي بعشرة تشرين الثاني حطيت باقة ورد على نصب أتاتورك، وهي تاني مرة. مع الأسف لسه ما انعمل النصب تبعي. أحسن شي تاخذيهم. نحن منضل أغوات وما بيلبق لنا نحمل الورد. أصلاً مانك ناجح فيها، حاملهم مثل العصاية. ما بعرف من وين بدي ابدا بالحكي شمس. بدي اشكرك. وطبعا بدي اعتذر منك. تعتذر؟ على شو؟ لاني استخفيت فيك كثير. وقفتي معي وساعدتيني كثير. بس انا ما قدرتك. وبالأخير تقوصتي مشاني. تعرف حقي، في بعض اللحظات وبعض الكلمات، الكلمات اللي بيصعب علينا نحكيها، هدول بيكفوا ليضمدوا كل الجروح. Courbettier.